دوري أبطال إفريقيا جاء حافلا بالمباريات القوية. حامل لقب الترجي التونسي وضعته القرعة في المجموعة الثانية التي تبدو في المتناول، إلى جانب حورية كوناكري، أورلاندو بيراتس وبلاتينيوم من زيمبابوي. أما الوصيف، الأهلي المصري فيلعب في المجموعة الرابعة أمام منافس قوي من قيمة فيتا كلوب الكونغولي، دون إغفال فريق شبيبة الثورة الجزائري الذي قد يحدث المفاجأة في هذه المجموعة. الوداد المغربي حامل لقب النسخة قبل الماضية، فجاء في المجموعة الأولى إلى جانب لوبي ستارز، أسيك ميموزا وماميلودي سانداونز الذي يعرفه بشكل جيد. النادي الإفريقي أحد الطامحين للمضي بعيدا في هذه المنافسة، فوضعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منافس قوي من قيمة مازيمبي، وأيضا النادي القسنطيني الجزائري والإسماعيلية المصري في مجموعة تصنف من بين الأقوى في المسابقة. في كأس الاتحاد الإفريقي، حامل لقب نادي الرجاء البيضاوي المغربي أوقعته القرعة مع فريق أفريكان ستارز من ناميبيا، فيما يصطدم نادي اتحاد طنجة المغربي بالزمالك المصري في صدام قوي. المواجهة العربية الثانية جاءت بين أهلي بنغازي الليبي ونصر حسين داي الجزائري. أما نادي أصفاقسيا الرياضي التونسي فيلتقي نادي فايبر الأوغندي، بينما يواجه نهضة بركان المغربي ديراف من السنغال، بينما يلعب حسنية أكادير المغربي أمام جيما الإثيوبي والنصر الليبي مع سليتاس من بوركينا فاسو. أعلن